وإلى أبرز عناوين الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، ومعنا خبر من صحيفة لوبارزيان حيث بدأت عمليات إجلاء المواطنين الفرنسيين في لبنان في حين تكثفت الضربات الإسرائيلية على بيروت على وجه الخصوص. الصحيفة الفرنسية كشفت أنه ليس لدى جميع الفرنسيين في لبنان رحلة للعودة إلى بلادهم، ولا يزال البعض عالقا، في حين أن شركة الطيران اللبنانية فقط هي التي توفر رحلات دولية. هذا ومن المقرر أن يغادر نحو 200 فرنسي بيروت الخميس المقبل. وللمزيد عن أبرز عناوين الصحف الفرنسية الصادرة اليوم ينضم إلينا من مارسيليا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك خالد، صباح الخير عليك. يعني بداية، ماذا عن أزمة الفرنسيين العالقين في لبنان ويريدون العودة إلى بلادهم؟ تفضل. نعم حبيبة، صباح جديد، صباح سعيد عليك وعلى كل السادة المشاهدين من كل مكان. الحقيقة فرنسا ووزارة الخارجية الفرنسا كانت قد أعلنت عن تسجيل أسماء الفرنسيين الراغبين في مغادرة العاصمة اللبنانية بيروت، وحتى اللحظة تم تسجيل أسماء 200 فقط ووصول العشرات على متن طائرة خطوط الشرق الأوسط وهي الخطوط اللبنانية، في ظل عدم تواجد أي رحلات أخرى بما فيها الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس التي أعلنت عن إغلاق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وبيروت. وحتى اللحظة فرنسا تتابع عن كثب ما يحدث هناك، وقد أعرب الفرنسيين الذين وصلوا بالفعل بعضهم إلى مطار شارل دي جول رواسي بالعاصمة الفرنسية باريس عن انزعاجهم الشديد وعن أجواء الرعب التي عاشوها نتيجة القذفات لجيش الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة الفرنسية بيروت. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يستعد لجولة جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط من بينها إسرائيل ولبنان وبعض من الدول الجوار أو الدول العربية. حبيبة، نعم خالد، لو تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن الفرنسية لدعم غزة ولبنان. الحقيقة يعني بالأمس شهدت مدينة مارسيليا وقفة احتجاجية لدعم لبناني وغزة، واليوم في تمام الساعة الثانية بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، الثالثة بتوقيت القاهرة، تظاهرة أخرى في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الغد، تظاهرة جديدة بمناسبة مرور عام على الأحداث التي حدثت في 7 أكتوبر الماضي، ومحاولات الضغط من قبل الشارع الفرنسي والفيدراليات العمالية وبعض من الأحزاب اليسارية التي تطالب الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون بممارسة الكثير من الضغوط ومنع التعاون العسكري ووقف التعامل العسكري مع إسرائيل ومع حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة. يبقى الشارع الفرنسي له تأثيرات كثيرة وكبيرة، وهذا جعلت فرنسا تحاول مرارا وتكرارا طارة إرسال مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان، وطارة أخرى لإرسال وزير خارجيتها، ووزارة الخارجية لا طالما طالبت إسرائيل بوقف الاعتداءات سواء على غزة أو على جنوب لبنان، ولكن يبدو حسب الصحف الفرنسية أن إسرائيل تستغل انشغال الإدارة الأمريكية في الانتخابات، ولهذا يستمر هذا الاعتداء. ولكن نستطيع القول أن الشارع الفرنسي يرفض مثل هذه الاعتداءات، وبصفة خاصة على لبنان التي لها علاقات تاريخية مع فرنسا. إذن ماذا عن تشديد الإجراءات الأمنية على دور العبادة اليهودية تزامنا مع مرور عام على أحداث 7 من أكتوبر؟ الحقيقة يعني جريدة لوفيجارو وأيضا لوكروا أكدت على خطاب وخشية وزير الداخلية برونو راتايو، وهو الوزير الداخلية الجديد الذي أرسل
خطابات إلى الولاة والمحافظين تخوفاً من عمليات إرهابية من بعض المتطرفين حسب وصفه، وأكد على أهمية وضع الكثير من قوات الشرطة والدرك حول المصالح اليهودية والمدارس والمعابد اليهودية أيضاً في البلاد، تحسباً لأعمال لأي أعمال عنف يمكن أن تتعرض لها الجالية اليهودية. ومن المعروف حبيبة أن الجالية اليهودية في فرنسا هي الجالية الأكبر في قارة العجوز، ولهذا التخوفات ما زالت قائمة، والإجراءات الأمنية نستطيع القول قد رصدناها بكاميرا القاهرة الإخبارية أمام المصالح اليهودية هنا في البلاد، وفرنسا تخشى من تداعيات ما يحدث في الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط أي في غزة وفي لبنان. بشكرك شكرا جزيلا زميل خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من مارسيليا، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.